السلام عليكم حبيباتي، سلام يا البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله تلقاكم بخير، تلقاكم في احسن الاحوال. ما قبل ما نشوفوا كل التفاصيل، نصلوا ونسلموا مع بعض على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى السلام. في البدايه تاع الفيديو انا راح نشارك معكم هذا التابل اللي راكم تشوفوا فيه باش نديروه في الشربه. هذا العام كامل راه راحين يحكوا على البنه تاع الشربه ديالك. نبداو البنات في طريقه التحضير تاع هذا التابل اللي هو صنع منزلي، حيعطينا بنه بزاف هاي في مختلف الوصفات ماشي برك في الشوربه. ناخذوا البنات هنايا كميه تاع الثوم، حنعطيكم انا المقادير القيس هكذاك حوالي 250 غرام تاع الثوم. ناخذوا الثوم ديالنا نقشروها، اللي عندها اشواغ هذا اللي قشر كشتوه معايا عده مرات ديريها هنا لداخل. تم راكي رايحه تقشري الكميه اللي تحبيها في وقت قصير بلا جهد وبلا تعب. هاي لك هنايا الثوم ديالي بعد ما قشرتها، نفرسوها كامل هكذايا، ومن بعد نعاودو نرجعوها للبول تاع الاشواغ ديالنا. نزيدو معاه حوالي ربيطه تاع الحشيش، ما تكونش كبيره بزاف بيان سور. نغسلوها نقيوها نشفوها مليح بالبابي ونزيدوها لهنا معاهم، ونرحيو كلش هكذا مع بعض بالاشواغ ديالنا. هام لك هنايا مره على مره، اذا كان شفنا كاين الثوم طلعت لنا الفوق نحاولوا نهبطوها هكذا باش كامل تترحلنا مليح وتترحى كامل على ضربه بنفس القوام. هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه، خلاص تحصلت كما يقولوا على النتيجه اللي راني حبتها. هاوليك الخليط ديالنا كلش ترحى بيان. دوكا رانا حين نزيدوا عليه حوالي مغرفه صغيره تكون معمره تاع الملح. دونك كي تولوا طيبوا ردوا بالكم لانه هذا الخليط راهو مالح شويه. نزيدوا عليه حوالي 3 مغارف كبار تاع قزبر مرحي. انا استعملت هذا القزبر صنع منزلي، يعني انا اللي رحيته في الدار، راكم تعرفوني نموت انا على القزبر، دونك دائما هكذا عندي بلاره. بالنسبه للتوابل البنات خاصه كي تكون عندكم كميه كبيره دائما حطوها هكذا في بلاره وحطوها في الثلاجه. التوابل ديالكم راح يبقاو لكم جدد وعمرهم ما يفسدوا لكم، خاصه في فصل الصيف. نخلطوا مليح هذاك الثوم وهذاك الحشيش مع القزبر اليابس وهذاك الملح، ها يعني حتى يتوزعوا مليح مليح. ومن بعد هنا البنات نجيبوا سنيوه نفرشوا لها بابي كويسون ونوزعوا كامل هذاك الخليط ديالنا. هنا من الاحسن يعني تستعملوا اليد باش تقدروا تبسطوا كامل الكميه هكذا بهذا الشكل. ومن بعد البنات هنا نتبعوا مليح الخطوات هذه لانها مهمه بزاف بزاف. نشعلوا الفرن ديالنا كي يسخن مليح مليح، نقصلو كامل كامل، يعني نقصلو لدرجة الحرارة الصغيرة كامل، ونحطو السنيوة تاعنا نطلعوها كامل للفوق. وهكذا مرة على مرة نجبدو السنيوة ديالنا نخلطو هذاك الخليط هكذا باش ينشف لنا على ضربة في وقت قصير. انا يا نشفتو قبل شوية داخل الفرن، ومن بعد باش يعني ما يديليش بزاف الوقت عاود حطيتو فوق الشوفاج وخليته، وكنت كل مره نحركه حتى تحصلوا شوفوا على هذا القوام، هذا يكون ينشف يولي يابس حجره. طبعا تقدروا تنشفوه في الشميسه، ولكن دوكا فصل الشتاء الشميسه ما كانش، ديروا هذه الطريقه راهي سهله وبسيطه. ومن بعد البنات بعد ما يبس كما شفتوا معايا نعاودوا نرحيوه في الاشواغ بهذا الشكل هذا، نرحيو ونصفيوه ولا نغربلوه هكذا حتى تحصلوا على التابل هذا اللي حضرناه مع بعض. كي تكونوا تصفيوه هكذا راح تبقى لكم كميه ماهيش مرحيه مليح، عاودوا رجعوها للاشواغ، عاودوا رحيوها من جديد وعاودوا صفيوها. فوالا هاي ليك، شوفوا انا بقات لي شويه هكذاك كميه راهي حرشه، نعاود نرجعها للاشواغ، نعاود نرحيها مليح مليح ونزيد نعاود نصفيها. راح تحصلوا على هذا التابل اللي كي تكونوا تحضروا فيه ما نحكي لكمش على الريحه ديالو. هذا نديروه كامل في ليصوص غوش، في الشوربه، للسردين، يعني عنده واحد الذوق من اكثر من اروع ما يكون ولا اكثر من رائع. دوكا بالنسبه للاحتفاظ ديالو كيما قلت لكم نحطوه هكذا في بلاره ونحطوه في الفريجيدر هكذا باش يعني يبقى محافظ على البنه ديالو. هاوليك كنت تشوفوا في اللون تاعو بزاف شباب، حضروه البنات راح يزيد لكم بنه على بنه الماكله ديالكم. هذا هو الاشواغ البنات اللي استعملته وعاوني باش نحضر هذا التابل الشهي هذا، لا مارك سوكاني، كنتو شفتوه معايا عاودت شاركته معاكم لاني كاين واحد العروض يعني مادابية تستفادوا منها، جبتها لكم
انا خصيصا ليكم نتوما لي زابوني تاع كويزين سميره دي زد. دونك كاين عرض حصري من عند لاباج فيسبوك خالد الكتروميناجي اللي بمناسبه شهر رمضان الكريم دائما تجيب لنا احسن العروض واحسن التخفيضات واحسن الاسعار. هاد الاشواغ تاع 3 بول خياتي كان بالسعر تاع 1,180,000 ودوكا حصريا ليكم نتوما لي زابوني تاع كويزين سميره دي زد راهو ب 980,000. وهذا العرض راهو حصري لمده اسبوع فقط، يعني طيله هاد السمانه اذا كان طلبتوه راح تدوه بهاد السعر تاع 980,000. وبالنسبه للتوصيل راهو 40,000 في العاصمه و 70,000 باقي الولايات. ارقام الهاتف راهي هنا ظاهره في الشاشه امامكم، والكميه خياتي راهي جد محدوده. راح نخلي لكم لو ليان تاع لاباج فيسبوك خالد الكتروميناجي في صندوق الوصف باش تشوفوا كامل العروض الحصريه اللي راهم دايرينها بخصوص شهر رمضان الكريم. دونك هام ليك لهنا البنات يجوا فيه 3 بول من ماده الاينوكس ليفيس، حنا نبلاصيوهم راهم ساهلين، ما تحتاجي لا تورنوفيس لا والو. يجي فيه 4 لام الله يبارك، هنا ردوا بالكم كي تبلاصيوه على خاطر راهم قاطعين بالبزاف. عنده هذا الغطاء ديالو اللي فيه هذيك الجلده طول طور اللي تجي من ماده السيليكون تحمينا الغطاء ديالنا باش الا طاح ما يتكسرش، وتاني باش ما يزلقناش كي نكونوا نخدموا به. وعنده الموتور ديالو اللي فيه دو فيتاس، وعنده العفسه هذه اللي تقشر التم كما شفتوها معايا، تقشر كميه صغيره كما تقشر كميه الكبيره، وتقشر الحبه الكبيره كما تقشر الحبه الصغيره. يعني ان شاء الله في هذا رمضان الكريم راح يعاونك بزاف في الكوزينه، راكي رايحه تتهني مسكرفات، راكي رايحه تودعي الدموع، وينقص عليك بزاف الجهد. يعني صدقوني انا ما نستغناش على الأشواغ في الكوزينة لأنه فعلا يعاون، خاصة في شهر رمضان الكريم عندنا بزاف طياب. كي تكون عندك عرضة في الوليمات في العرس، يعني راح يقشر لنا كمية كبيرة تاع الثوم، يرحي لنا بزاف تاع البصل لأنه هاد لي بول راهم كبار في الحجم، يرفدوا زوج لي 3.5 البنات. فوالا هاوليك راهو 3 زونا، حاجه بزاف شابه، ان شاء الله ربي يقدركم كامل وتكسبوا هاد الاشواغ هذا. ودوك البنات دائما في اطار تحضيرات رمضان الكريم راني رايحه نشارك معكم هاد العجينه المورقه السهله والسريعه. طبعا كاين يعني شحال من الوصفه، ولكن انا حاولت نجيب لكم اسهل وصفه لانه كامل نحبوا حاجه سهله اللي ما تديناش الوقت وما تتعبش. نشوفوا مع بعض البنات المقادير. هنايا في الغيسيبيون ديالي نحط رطل فرينه 500 غرام، اللي ما عندهاش الميزان رانا رايحين نديروا 3 كيسان، والكاس الرابع نخلو منه التولت. فوالا دونك هنا اللي ما عندهاش ميزان انا عطيت لكم ابوبري المقادير بالكاس، نزيدوا عليهم غرفه صغيره تاع ملح، ونزيدوا هنايا 4 ملاعق كبيره تاع الزيت، نزيدوا زوج مغارف كبار تاع الخل. وهنايا نبداو دوكا نطمو في العجينه ديالنا. هنايا عمرت كاس تاع ماء يكون عادي من الحنفيه، اما اذا كان كنا في فصل الصيف من الاحسن يكون بارد شويه. نبدا نزيد في هذاك الماء شويه بشويه. هنا راني كملت كامل الكاس وكانت العجينه مازال ما نطمتش، وزدت ربع كاس تاع ماء. فوالا هكذا هاد الكميه هادي كفاتني باش نطم كامل العجينه، كيما قلت لكم حوالي كاس وربع تاع الماء. فوالا تقريبا حوالي هكذاك 225 مليلتر من الماء. نتوما روحوا شويه بشويه لانه النوعيه تاع الفرينه تختلف. المهم البنات نتحصلوا على عجينه ما تكونش يابسه بزاف بزاف، تجينا صعيبه باش نحلوها بالحلال، وما تكونش تاني طريه بزاف. فوالا هايليك حطيتها فوق مكان العمل باش نقدر نطمها مليح، وفي نفس الوقت باش نعجنها شويه باش كل المكونات تندمج مع بعضها البعض. المليح في هاد العجينه البنات انه يعني ما ترتاح، ما ندخلوها للثلاجه ما والو، راح تشوفوها معايا البنات تمتم يعني نوجدوها منا ونقدروا يعني نستعملوها منا. هايله العجينه هذه. فوالا دونك هنايا بعد ما طميت العجينه ديالي مليح نرشو مكان العمل ديالنا بالفرينه، نحلوها على شكل مربع ولا مستطيل، السمك ديالها تقريبا 2 مليمتر، ونجيبو هنايا الزبده. اليوم انا رايحه نخدم بالزبده هذه تاع اوبلين، هي فيها البنات 500 غرام، احنا ناخذو نص الكميه يعني نحتاجو فقط 250 غرام. نحاولو نقسموها في النص الاخوات اللي ما عندهمش ميزان، ولازم هاد الزبده هذه تكون بارده مليح مليح، يعني من قبل ما نبداو نخدمو في العجينه ديالنا نخليوها في الكونجيلاتور حوالي ساعه من قبل، ومن بعد يعني كي نجو نسكرفجوها داخل العجينه ديالنا نجبدوها، نسكرفجوها كامل كيما شفتوا معايا على كامل العجينه ديالنا، ومن بعد نروليوها.
دائما نزيدو نرشو مكان العمل ديالنا بالفرينه ونحلوها بالعرض كما كتشوفوا معايا في مكان العمل. هنا اذا كان شكلت لنا هكذا فقاعات نحاولوا نبيكيوهم كامل بكوردون هكذا باش نخرجوا كامل هذاك الهواء اللي يكون الداخل، ونحلوها هكذا على شكل شريط يكون مستطيل. نحو كامل هذيك الفرينه الزائده ونبداو نطويو العجينه ديالنا. نطويوها هنا كما كتشوفوا معايا الطويه الاولى ونزيدو الطويه الثانيه، يعني هنا عندنا ثلاثه طبقات تاع العجين. ومن بعد نزيدو نحيو كامل الفرينه الزائده هذيك وهكذا نطويوها على زوج. فوالا ان شاء الله الفيديو راه واضح وراه يبين لكم كامل الخطوات. دونك هذه هنايا كيما نقولوا التوغ الاولاني. هنا مباشره كيما قلت لكم ما ترتاح، ما ندخلوها للثلاجه ما والو، نكملوا نرشوا مكان العمل ديالنا بالفرينه. الفتحه هذيك نخلوها تكوتي ونحلوها ثاني هكذا بنفس الطريقه كيما عملنا في الاول، نحلوها على الشكل هكذا شريط يكون طويل على الشكل مستطيل. هنا نحاولوا يعني نحلوها تكون رقيقه شويه كما كتشوفوا معايا، يعني الشريط راح يطوال شويه بزياده على المره الاولى. ومن بعد هنا نعاودوا نطويوها كما المره الاولى على ثلاث مرات كما كتشوفوا معايا، يعني عندنا ثلاث طبقات. نحاولوا نسقموهم برك مليح هكذا، ومن بعد نزيدوا نعاودوا نطويوها على اثنين. وهكذا العجينه المورقه ديالنا راهي واجده كما شفتوا معايا، صدقوني راكم رايحين توجدوها في لمح البصر، يعني تم توجد. ودوكا راني رايحه نقسمها لكم باش تشوفوا كيفاش تجي هاد العجينه المورقه. شوفوا هذاك لو فيتاج طبقات، يعني راهم باينين وظاهرين امامكم. والمليح فيها انه كما قلت لكم بعد ما نشكلوها نقدروا مباشره يعني نطيبوها، راح تجي يعني ما شاء الله وصفه ناجحه 100% باذن الله. هنايا جزء واحد راني رايحه نحطه في الكونجيلاتور، نغطيه مليح بفيلم اليمونتير ونزيد له ساشي هكذا باش ما ياخذليش الريحه تاع الثلاجه. والنص الثاني ثاني رايحه نغلفه ونخليه برك يرتاح غير شويه في الثلاجه، لو طون اللي نروح نوجد لا فارس تاع هاد لي شوسون هادوما اللي رايحين نحضروهم مع بعض، ولا ميني كوكا باش نرافقوها مع الشوربه ديالنا ان شاء الله في شهر رمضان الكريم، ولا مع لي سوب ديالنا. اول حاجه البنات هنا خديت حبه بصل نرحيها في الاشواغ، ولكن ما نرحيهاش مليح مليح، دائما في لي فارس لازم البصل ما يكونش مرحي مليح حتى يطلق الماء ديالو، هكذا باش لا فارس ديالنا تجينا ناشفه وتجينا يعني مليحه. خاصه هنا في لا فارس هاد لي ميني كوكا لازم لا فارس تكون ناشفه. زدت عليه شويه ملح وقليته في شويه زيت، لو طوني راهو يتقلى. هنا خديت نص حبه تاع فلفل الحلو ونص حبه تاع فلفل الحار، ثاني قطعتهم ورحيتهم هكذا رقيق، نزيدهم على هذاك البصل ونخليهم تاني يتقلوا. ومن بعد تاني كنت خديت حبه طوماطيش نحيت لها القشره ديالها ورحيتها تاني في الاشواغ. نحاولوا تاني ما نرحيوهاش بزاف بزاف لاني راني حبتها تكون نوعا ما قطع شويه باينه، نزيدها معاهم. دونك هذه اسهل وصفه ممكن نحضروها باش نحشو بها هاد المملحات هادوما. فوالا نخليهم يتقلاو هكذا مع بعض. بالنسبه للتوابل نديرو شويه ملح شويه فلفل كحل، وعندنا العكري الحلو هذا ما كان وجدت مكونات، تحبوا تزيدوا شويه اعشاب عطريه هنا لكم الاختيار. بالنسبه للافارساني راني رايحه ندير فيها شويه تاع دجاج، هنا عندي كميه صغيره من صدر الدجاج اللي راني رايحه تاني نرحيها في الاشواغ، هذا تاع سوكاني اللي شتوه معايا، يعني كتشوفوا شحال يعاوننا في الكوزينه هكذا، ما عندكش فيونداشي وعندك مرسو دجاج هكذا، يعني تم راكي رايحه تسلكي روحك. هذاك الدجاج البنات راني رايحه نقليه في مقله، درت فيها شويه زيت، كي تسخن هذيك الزيت نحطو هذاك الدجاج ونعبزو عليه برك هكذا شويه مره على مره حتى يتفتح هكذا معانا. وهذا تاني راح يكون ولا نرافقوه مع هذيك لافارس. ما نساوش برك نعطروه بشويه تاع ملح شويه تاع فلفل كحل شويه زنجبيل وشويه توابل خاصه بالدجاج، يعني راح يجي بزاف بنين الدجاج هذا هكذا بهاد الطريقه هذه. نخلو الدجاج وهذيك لافارس يبردو ونشكلو لي ميني كوكا ديالنا، هاي اللي كاني جبت العجينه ديالي من الفريجيدان، نرشو مكان العمل ديالنا بالفرينه ونحلوها. ما نساوش كي نحلوها مره على مره نقلبوا العجينه ديالنا هكذا باش الفيتاج هذاك ما يهربش. فوالا ما نحلوهاش ثاني رقيقه بزاف، ومن بعد نطبعوها هكذا دوائر. هادوما كيما قلت لكم يكونوا شويه صغار في الحجم ديالهم، مملحات راح نرافقوهم مع الشوربه، نقدروا حتى نرافقوهم مع العصائر للضيوف ديالنا.
فوالا هادوك لي شوت البنات نحطهم هادي على هادي، ما نعجنوهمش، نطموهم برك هكذاك ونحطوهم داخل صاشي، ومن بعد نعاودو نحلوهم مباشره بنفس الطريقه. دونك هادوك ما يتعجنوش باش هكذا الفيتاج هذاك ما يخسرش. نحطو شويه من هاديك لافارس تاع الطوماطيش والفلفل وكامل، نزيدو شويه من هذاك الدجاج. تقدروا تخلطوا كامل على ضربه هذاك الحشو هذاك مع هذاك الدجاج وتعمروا لي كوكاديا ولكم. مقبل ما نغلقوهم نديروا شويه بياض البيض على الاطراف، والصفار كما كنتو تشوفوا معايا نحتفظوا به نديروا به لا دورور. هذاك الصفار نزيدوا له برك شويه برك حليب البنات وندهنوا به الوجه تاع لي ميني كوكا. نحاولوا الصفار ما يطيحناش على الجوانب. نسيت باش نقول لكم برك البنات كي تغلقوهم ما تضغطوش بزاف على الاطراف باش يجونا مورقين. نزينوهم من الفوق يا اما بشويه تاع جلجلان ولا سانوج ولا بذور الخشخاش، الشيء اللي يكون متوفر عندكم، وندخلوهم للفرن على درجه حراره 180 الى 190 درجه مئويه. وهم لك هنا بعد ما طابوا خرجتهم من الفرن، شوفوا معايا هذاك لو فيتاج كيفاش يجي، يعني جو مورقين، جو ما شاء الله. وكشتوا معايا طريقه التحضير تاع العجينه المورقه اللي كانت سهله سهله سهله، ما كان لا لو تور، ما كان لا دو تور، لا تخوا تور، لا والو، ما تحطيها في الثلاجه لا والو، وتوجد تمتم كما قلت لكم خدمناها منا وطيبنا بها منا. هنا شوفوا النتيجه والقرمشه على المباشر خياتي، يعني نعتذر منكم على الصوت ولكن باش تسمعوا برك القرمشه على المباشر كيفاش جاو. صدقوني جاو مورقين فارغين للداخل وخفاف كالريشه. دونك ان شاء الله تحتفظوا بالوصفه. اللي تحب دير تحضيرات رمضان هذا هو الوقت، تقدري تحضري كميه منها وتقدري ديري هذه الوصفه هذه خياتي للمالح والحلو، يعني هذه العجينه المورقه بلا مارغارين تاع اوبلين. على بالكم هي تجي فيها شويه هذاك لوغو تاع لافاني، ولكن انا كي درت لها هذاك الخل راح يقضي كامل على هذيك الريحه. وراكو سمعتوا معايا القرمشه على المباشر، ونقول لكم شاهدكم في الصحه شاهدكم في الجنه. جربوها البنات ماكوش رايحين تندموا. نهربوا شويه من الكوزينه ومن الطياب وكامل هاد الصوالح هادي ومن الدار، واني رايحه نديكم معايا لهنا للصفصفه العين النعجه. كنت قلت لكم عندي الغوبيني تاعي تاع سال دو بان هذاك شغل القدام، وراحت له كامل هذيك لابريونس ديالو، ميم ولا يديرك شغل واحد الصوت بزاف، المهم يعني ولا شويه ما يصلحش. جيت لهنا للصفصفه العين النعجه، انا نحب نقضي بزاف هنا، ميم الموبل ديالي تاع الصالون كامل تقريبا كامل شريته هنايا، سواء هذا اللي راني به دوكا ولا القديم، يعني يجيبوا بزاف حاجات ملاح سواء في الموبل ولا هكذا في العفايس هادوما تاع سال دو بان لي زاكسيسوار هادوما. او ميم طون قلت نصور لكم شويه باش تستفادوا معايا، وانتم تاني تاخذوا فكره، يمكن كاينه وحده حتى هي حبت تبدل المطبخ تاعها ولا تبدل الغوبيني تاع المطبخ ديالها، ولا راهي رايحه تستفاد معنا ان شاء الله. هاد المحل تاع سيراميك لاند انا كنت شفتو في الانستغرام وتنقلت يعني خصيصا ليه، نخليكم مع صاحب المحل. كوموند دو دوش، عندنا لي كوموند دو دوش ابار كيما هادو لي موديل. هادو هما لي موديل، كاين اللي فيهم روبيني لتحت يجي زياده، وكاين اللي يجو سون روبيني تاع لي كابين دو دوش، هادو هما تاع لي دوش ايطاليان. سينو كاين لي كولون انكاستري كيما هذا الموديل، فيه في النوار ولا في الكروم، كاين في الكروم، هذاك ما يبان والو كلش هذا كيجي اونكاستري كومبليمون ديال كامل اونكاستري. وكاين هادو لي موديل لي هيدرو ماساج لي يديروا لي ماساج، هادو فيهم بليزيور فونكسيون، تما الماء يخرج بليزيور تيب، يخرج من هنايا ولا كاين من الفوق ولا كاين روبيني تحت، وفيه ثاني لا دوش تما بليزيور فونكسيون فيه، وفيهم لي كولور، فيهم نوار، فيهم كرومي، فيهم بلون مات، تما بليزيور كولور فيهم، وكاين اللي فيهم لافيشور تاع لا تمبيراتور، وكاين لي شغل ديجيتال هذا، فوالا ديجيتال تاع تمبيراتور، وكاين اللي ما فيهمش هذيك لا تمبيراتور تاع الماء، تاع الماء اسمها شحال راهي لا تمبيراتور تاع السخانه ولا البارد ولا سينون. هنا بولي روبينيتري عندنا بليزيور، بزاف شباب هذا، عندنا بليزيور موديل، عندنا لي موديل بور لي كويزين هادو هما هذا، فوالا حاجه طوندونس كيما هادو لي موديل، هذاك التويو يتنحى الفوق، فوالا هذا لو تويو يتنحى، فيهم شو اي فروا، وهذايا يدور كيما تحب، والتويو هذا يتنحى ويعاود يتركب في بلاصتو، هذا واقيلا هذا هو الموديل الاخر، فوالا هادو هما الحاجات طوندونس، كانوا هادو تاع الروسول، تاع الروسول هادو اسمهم معروفين كانوا من قبل، دوكا بو لو مومون اللي يخدموا هادو هما تاع لي تويو، اسبانيول هذا، اسبانيول نعم، لا مارك بوراس، هادو في لا مارك بوراس، هاي لا مارك ديالو،
هادو حاجة إسبانية. كاين بور لي لافابو هادو لي موديل كاين سوا في لو بلون ولا في نوار دوري ولا نوار ولا كاين لي موديل تاع لي فاسك كيما هادو لي يجو طوال تاع لي فاسك أبوزي يجو لي موديل طوال هادو كاين تاني بليزيور موديل كما قال الاخ راكو تشوفوا معايا كاين بزاف لي موديل تاع لي غوبيني صدقوني حتى حصلت واش نخير مي فينالمون خيرت واحد راني رايحه نشاركو ان شاء الله معكم فيما بعد ان شاء الله ولا في نهايه لا فيديو اذا ما كانتش طويله باذن الله واذا كانت طويله انا رايحه نخليها يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله ونشارك معكم كل التفاصيل. هنا جيت صورت لكم الجهه هذه اللي فيها المبل تاع سال دو بان اللي يعني راهم توندونس اللي صراحه يهبلوا ما شاء الله بزاف شابين. نخليكم دائما مع صاحب المحل لانه هو اللي يعرف يشرح لكم كامل اش كاين. المبتا سال دو با يجي اون كوريون اونتي باكتيري وتري سوليد لاماتير تاعو وعندنا فيه لي كولور عندنا فيه لا كولور غريس وثانيك والباج وثانيك نخدمو سير ميزور هاي لاماتير حاجه سوليد حاجه مليحه بيان سور حاجه تري سوليد اونتي باكتيري لا كاليتي وشنو هي ديالو لا كاليتي اون كوريون هذا نخدم بالكوريون فيه لا كولور باج فيه لا كولور غريس والبلون تاعنا كي قريب تخلنا هذو اليامات تاعو تخلنا هاي لك الاخرى لو سيفون تاعو يجي انكاستري من الداخل يتغطى من بعد يولي الماء يهبط ديريكت يهبط ديريكت تسمى ماشي شاك فوا واحد ينحي هاد هذا الماء يدخل ديريكت من تحت ما يبانش الاخرى تاعو لي فاكياسيون يجي ما تبان انكاستري مخبيه ويجي فيه تانيك من تحت ايطاجير ايطاجير فيه الكوزان ديالهم هنا ديرو ديكوراسيون وهذا خويا يخدم سيغ ميزور هذا 80 متر 70 متر الديمونسيون على حسب لو سال دو بان اللي عندك كاين تانيك هذا لو موديل في الباب تاع سال دو بان يجي تانيك بلا كوموند ديالو يجي بلا كوموند مام لي موديل الاخرين تانيك فيهم بلا كوموند تانيك او شوا كيف كيف الخامه تانيك تقدروا تبدلوها ديروا الموديل اللي يعجبكم وباسكا بوزي تانيك كيف كيف يقدروا يبدلوا هذاك يكون اسوفتي زعما بصح كيما هكذا راه شباب هذا اللي يدي يدي هكا ما يبدلش كامل في لو باج ولا في المارون تسمى يديروا اسوفتي كيما يحب انا داني ثاني هذا روبيني اون كاستري ثاني كيجي مع لي فاستا بوزي هاو ليك لو موديل هذا ثاني تدور كيما تحب لا سونس ديالو فيه ثاني شو اي فروا حاجه ثاني طوندونس حاجه موديل وكيف كيف لو ميروار كيما هذا فيه ميروار سامبل كيما قلت لكم قبل على ميروار لات كاين اللي هذا ما فيهش لات فوالا هذا الميروار تاعو يجي سامبل ما فيها والو لا ضو لا والو تحب تشونجيها الموديل اللي فيه لات سوار ولا كاري ولا كيما تحب ولا اوفر تشونجي لو موديل كيما تحب خدمت تما لو موبل تاعك على حسب لو شوا ديالك وهذه الخامه نبيل يقدروا يبدلوها هذه هذه الخامه وحنا ثاني نديروا لها ليترو تاعها ليترو تاع لي فاكياسيون تاعها ولا تاع باغ اكزومبل لي دير روبيني ماشي كيما اون كاستري يديروا في الخامه حنا ثاني نقبوه ونديروا كامل الاخرين تاعو واش يحب لو كليان كاين اللي يحب يدي لو موبل تحتاني وحده باغ اكزومبل يكون عنده لافابو تاعو قديم ولا مازال مليح يقدر يدي تحتاني كيسون وحده يقدر يدي وحده يا با بروبليم صافي ماشي لازم يدي كلش على ضربه لازم كيف كيف يحب باغ اكزومبل عنده فاس كابوزي واحد مقبل في الدار ولا حاب يشري موديل وحده اخر ولا جهه وحده اخرى يا با بروبليم ماشي مشكل كامل تما يدي اوش رخامه ولا هذا ولا يخدم رخامه عنده مقبل ولا يحب يعاودها كيما يحب تما عنده لو كليون لو شوا كيما يحب pour les meubles salle de bain on a les modèles هذوما les modèles tendance تاع لي فاس كابوزي هما اللي كيجيو فيهم لي تيروار كاين اللي فيهم لي نيش لهنايا تاع لي اكسسوار تاعني وهنايا عندنا اوشوا عندنا باغ اكزومبل كيما رخامه تقدروا تبدلوا اوشوا عندنا باغ اكزومبل لي موديل في البلو في البلون في النوار كيما تحبوا مام الفاس كابوزي هذا كيف كيف هذا الفاس تقدروا تقدروا تخيروا كيما تحبوا باغ اكزومبل هاو ليك هذا في الكري يطيح معاه كاين اللي يحب يبدل بور سال دو بان ديالو نبدلو له نديرو له كولور ولا نابورت كولور يحبهم باغ اكزومبل فوالا يحب يدير موديل كيما هذا يا با طرو لي فاس كابوزي عندنا هادو لا من الفوق هادو ما يقدروا يبدلو هادو يقدروا يبدلو كيما يحبوا عندنا سوا اون نوار هكذا سيلفر عندنا اون بلون كاين بليزيور موديل عندنا في الباج عندنا ثاني اون بلون كيما هذا في الكاري تما عندنا بليزيور موديل اللي يقدروا يبدلو لي فاس كابوزي هادو فوالا ميم الميرور ميروار ديجيتال هايلك نجي اون ديجيتال هذه الميروار تاعني كيف كيف تزيد وتنقص هاو لك لوميير تاعها هكذا ينقص قايم عبز عليها تزيد او ميم طون تقدري تبدلي تدي هذا ولا هذا الموديل في البلون مرات او شو ثاني كيف كيف تقدروا تبدلو كيما تحبوا هكذا يا ديزاين ولا رون ولا كاري ثاني كيف كيف ديجيتال كاين اللي يمشي ديجيتال على حسب لو شو تاعك عندنا ثاني هذا الموديل في دوبلو فاسك في الامتر 20 ثاني كيخدموه برخامه تجيبها هكذا برخامه طويله تجي فيها لي فاسكا بوزي ثاني كيف كيف او شوا
خيروا كيما تحبوا سواء اوفال ولا رون ولا كيما هذا الموديل ديامون. يجي فيه ثاني ميروار 20 سنتيمتر هذيك ثاني ديجيتال ويجي فيه كاتيروار هنايا. هادو اللي عندهم لي سباس. عندنا لي شاس اونكاستري تاع بور لي سانيتير. عندنا فلي مارك، عندنا لا مارك غوي، عندنا لا مارك غوي الموند، عندنا لي كيفات تانيك تورك فيسام، عندنا تانيك تاع فرنسا نيكول، وهامليك لي كيفات تاعهم. كاين باغ اكزومبل هذا بي دي سيسبوندو في لا مارك فيداس، عندنا تانيك هذه كيفات سيسبوندو فرون تانيك هاوليك بالعين ديالها. وعندنا موديل هذا تانيك في الكاري، تاني كاين لي موديل في الكاري، هادو في البلون. وتانيك عندنا دي زوتر كولور، زوتر كولور عندنا في الجري، هادي سوا في المات ولا بريون. في الموديل هذا عندنا تانيك في النوار مات، هادي تانيك. وعندنا في الكاري ديالها هاديك في البريون، ويجي لا باطون تاعهم يجي يهبط وحده. كي تخليه يجي يهبط وحده. هادي لا مارك بيلا، لا مارك بيلا نعم، لا باطون تاعهم يجي يهبط برا لونج. هادو هما لي موديل لي ديسبونيبل. ليزيفي دي كويزين عندنا بليزيور تيب و بليزيور موديل. عندنا في الاينوكس لي موديل في الاينوكس، عندنا هادو هما لي فيهم الزجاج، لي يجي فيه زجاج فير ترومبي لهنايا. كاين غير هاد لاكولور هذاك تاع الزجاج، كاين في لاكولور كريس كاين في النوار. موديل يجي في النوار اسمه زجاج او شوا تاع لو كليون، ما يتكسرش. لا لا هذا فير ترومبي، هذا حاجه كيما تاع كيما الفير تاع لا بلاك شوفونت، كيما اللي يجي في لي بلاك شوفونت. عندنا ثاني لي موديل في الاينوكس، كاين سوا اينوكس نوار ولا في الاينوكس هكذا بريون، ولا عندنا ثاني كاو طوندونس ثاني لو دوري، لو دوري او طوندونس لو دوري هكذايا. يجي فيهم كاع لي اكسسوار ثاني ديالهم، يجي معاهم لا بواط الايزيس هاديك كيما هادي، لا بواط الايزيس تاعهم يجي هنا سير كوتي، يجي في هذايا وهادي الوسطانيه تاع لو روبيني، تاع لو روبيني تاعك. يجي معاهم ثاني السله هادي، هادي براتيك هايله مليحه السله ديالهم. كاين ثاني سله جي فيكس كيما هادو لي موديل، هادو مسله تاعهم جي فيكس كيما هادي ولا هادي. ويجي معاهم ثاني لو سيفون كومبلي ديالهم هاديك، لو سيفون تاعهم اللي يجي هنا في الوسط اون اينوكس ثاني كيف كيف مع لي اكسسوار كامل ديالهم. عندنا ثاني هنايا لي موديل تاع المار، حنا نخدمو لي بلون طرالباي ولا جميع عفسه اللي تتعامل تتعامل بالمار، لي سوي لي يخدم بار باغ اكزومبل في الكوزينه ديالو ولا نخدمو له لي مارش كونتخ مارش كلش. جميع عفسه بالمار نخدمو اون متر كاري ونخدمو فورنيتور اي بوست تاعنا في الكوزينه ديالو. عندنا بليزيور موديل، عندنا باغ اكزومبل كيما الموديل جالاكسي معروف، الجالاكسي بزاف راهم يحبو. وانت واش تنصح للناس؟ وي الجالاكسي جرانيت، حنا ننصح جرانيت في لي بلون طرافاي بالجرانيت، لو نوار هذاك لو نوار ولا كيما هذا في الباج اللي يحب في الباج اللي يحب يخدم الباج. كاين هذا اللي ثاني رايح في المارون، كاين هادوما لي موديل اللي رايحين في الكري ولا في البلو اللي يحب لي موديل هكذايا. ثاني هادو حاجه دو طري بون كالي، هذا اللي يقولوا اسمه قشور الحوت، هذا هو سردينا، كاين لابرادور والبلو بير. هادو هما لي موديل ننصحهم، ننصحهم حاجه مليحه يعني حاجه كيما يقولوا ما تفنى ما تزول، حاجه لي فاسون جالاكسي انا مجرباته يعني حاجه دو طري بون كالي. ما منخدموهم دي بري ريزونابل هادو تاع التعليم. كانت هذه هي الجولة الخفيفة في المحل تاع سيراميك لاند اللي جاي في صفصفة في عين نعجة. راني خليت لكم البنات هنايا رقم الهاتف مع الصفحة تاعهم تاع انستغرام راهي تجوز امامكم، واكيد راني رايحة نخلي لكم لو ليان تاع لاباج في صندوق الوصف هكذا باش حبيتوا يعني تسقسوهم تبعتوا لهم تستفسروا ولا يعني استفسروا من خلال رقم الهاتف اللي راهو يجوز هنا امامكم. وهنا في الاخر انا خيرت لوروبيني وخيرت مام هذيك العفسه اللي تجي في لافابو ثاني حتى هي راني رايحه نبدلها، ولكن كيما شفتوا خياتي الفيديو جاب بزاف طويل، دونك لوروبيني وكامل هاد العفايس راني رايحه نخليهم لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في روحكم في امان الله حبيباتي.